من الصعب أن البند الثاني يتحقق، لأننا نعرف مدى التلاصق المتين بين القاعدة وبين الطالبان، سواء في أفغانستان أو سواء في مناطق القبائل في باكستان حيث هناك مقرات القاعدة. ولكن هذا الدعوة الأفغانية يعني تستند على خلفية سابقة، وهي أن معظم أو بعض قادة طالبان هم من قادة المجاهدين السابقين، وأيام الغزو السوفيتي لأفغانستان كانت هناك مصالحات بين هذه الأحزاب الجهادية كانت تتبناها المملكة العربية السعودية، ومن هذا المنطلق أصبح هناك دعوة من طرف أفغانستان أو نعم. دعوة من المملكة السعودية للتدخل في هذا الشأن. ولكن كما أوضح وزير الخارجية المملكة العربية السعودية، من الصعب أن تتحقق هذا الشرط، خاصة نحن لسنا أمام منظمة أو أمام حزب منظم مثل طالبان. يعني هناك قادة متعددون، قد تنفصل أو قد تعلن قائد ما لأنه انفصل عن القاعدة، ولكن في نفس الوقت هناك قادة آخرون يتبعونها. وفعلا على الساحة يعني كثير من العمليات العسكرية تتبناها القاعدة أو تخطط لها تخطيطا نعم. جيدا طيب، القاعدة. توضحت الفكرة أستاذ سليمان. لأتحول إلى كابول مجددا وإلى سيربار رحمن أوغلي. سيد رحمن أوغلي، مؤتمر لندن كما هو معلوم يعني انعقد قبل وصول 30,000 جندي أمريكي إلى أفغانستان في الصيف المقبل، فيما تعهد براون بإقناع دول أخرى بإرسال حوالي 5,000 جندي آخر لتدريب القوات الأفغانية. هل هذا الاجتماع بمجمله هو لدعم الوجود العسكري الأجنبي أولا وأخيرا بصراحة؟ اگر امروز متوجه شده باشند، اعتقد اليوم كان واضحا ان السيد كاي ممثل الامم المتحده في افغانستان قال ان اجتماع لندن كان افضل مقارنه مع الاجتماعات التي عقدت في دول اخرى، ولهذا يريد ان يقول ان الاجتماعات السابقه لم تسفر عن نتائج ايجابيه، ولهذا فان هذا المؤتمر شأنه شأن المؤتمرات السابقة التي عقدت في طوكيو أو روما أو في لندن أو في أماكن أخرى، فإن هذا المؤتمر أيضا بإمكانه أن يفرز، بإمكانه أن لا يفرز نتائج محددة مثل تلك المؤتمرات، ولكن أعتقد أن اجتماع لندن كان له استهلاك محلي أكثر، لأن السيد براون يرى نفسه في وضع حرج أمام ديفيد كامرون في الانتخابات المقبلة، والسيد جوردون براون يريد أن يستغل القضية الأفغانية لأغراض انتخابية، هكذا نفهم، لأن موضوع مكافحة الفساد في أفغانستان وتعزيز شؤون الحكومة هناك والمصالحة مع الطالبان ليست قضايا بإمكان حكومة كارزاي تطبيقها في الواقع العملي على وجه السرعة، ولذلك أن دعوة كارزاي أيضا إلى الملك عبد الله، لذلك لاحظنا أنه توجه إلى الملك عبد الله للتدخل، لكن كان من الأفضل على السيد كارزاي أن يستنجد بالشعب الأفغاني وممثلي الشعب الأفغاني، وأن يحظى أن يسعى باتجاه الحصول على دعم شعبي حتى يركع طالبان، وللأسف أن مثل هذه الأمور تعقد الأوضاع أكثر فأكثر، إذ خاصة إذا تدخلت الحكومة السعودية، ونحن نعرف المواقف السعودية السابقة كانت سيئة جدا في أفغانستان،
الأفغان، والشعب الأفغاني لا يحمل انطباعات إيجابية عن السعوديين وتدخلاتهم في البلاد، ولذلك فإن هذه دعوة ستفرز معطيات سيئة والسلبية. ولكنني وكما قلت أن اجتماع لندن كان لأغراض انتخابية تخدم مصلحة السيد براون، لأن ضمان الأمن في أفغانستان لا يمكن تحقيقه بالمال أو شراء الذمم، ولا يمكن أن يتحقق على يد شخص باسم كارزاي. أيضا توضحت فكرة السيد الرحمن أوغلي. اسمح لي أنتقل إلى نقطة أخرى تتعلق أيضا بمواقف الرئيس الأفغاني في هذا المؤتمر. السؤال وجهه لمحمد سليمان في القاهرة. سيد سليمان، الرئيس الأفغاني يعني في إطار الحديث عن بقاء القوات الدولية أو عدم بقاء القوات يقول أن بلاده هي بحاجة عاجلة لمساعدة دولية قد تمتد لعشر أو 15 سنة. على ماذا يدل هذا التصريح في رأيك؟ هو يدل حسب رأيي على الوضع المتأزم في أفغانستان، وأن الرئيس كارزاي لم يريد أو لم يحاول أن يجمع أو يعتمد على جميع أطياف الشعب الأفغاني. لو هو أراد أن يطرح صيغة بديلة كان بوسعه أن يستند على جوانب أخرى كانت لها دور في هذه الحكومة وكانت لها خبرة في التعامل مع طالبان، ولكن بما هو ينطلق من إطار معين فبالتالي هو يرى نفسه مضطرا لكي يطلب المساعدة الدولية. وفعلا في الحقيقة إذا كانت الوضع الأفغاني على هذا الشأن أو على هذا المنوال فالحكومة الأفغانية في أمس الحاجة، أو حكومة الرئيس كارزاي في أمس الحاجة لوجود القوات الدولية. ولكن هل هذه القوات فعلا تفي بوعدها أو تستمر؟ هذا من الصعب التكهن به. الأيام المقبلة تجيب على هذا السؤال. اسمح لي الآن أتحول إلى لندن وعبر الهاتف إلى عبد السلام الإدريسي، عضو في حزب العمال البريطاني. سيد الإدريسي، السلام عليكم. سيد الإدريسي، تفضل. أهلا وسهلا بكم. مؤتمر لندن، ما الذي حققه لأفغانستان إذا ما توقفنا عند البيان الصادر عن المجتمعين؟ هل سيحقق المصالحة كما طرحها الرئيس كارزاي؟ هل ستقدم المساعدات للحكومة لمكافحة الفساد؟ هل ستتولى القوات الأمنية الأفغانية المسؤوليات بحلول عام 2011؟ تفضل. هو بصراحة لازم يعني مساعدة حكومة كارزاي، يعني دي لها لازم، ولازم مساعدة الشعب الأفغانستاني عشان يتحسن في المواضيع اللي بسيطة، يعني عايزين مدارس، عايزين مستشفيات، فلازم يكون فيه بجت لهم عشان يساعدهم في المواضيع دول. نعم. يعني دي حاجة مهمة علشان تساعد الشعب ينبسط اللي موجود قدامه واللي يشوف ليه مستقبل. لكن على مستوى العملية السياسية سيد إدريسي، مستوى العملية السياسية، هل سينجح المؤتمر في فرض نوع من المصالحة مع طالبان أم أن هذا الأمر سيكون صعبا؟ ما راح يكون صعبا. هو شوف لازم نقش يكون كان كل الظروف اللي موجودين بالبلد. يعني أفغانستان فيها أفغانستانيين وفيها ناس اللي هم عايشين فلاحة وعايشين تجارة وعايشين زي أي إنسان، وفي ناس تابعين يعني الدستورة بتاع طالبان، ودول لهم حق كمان يحشوا الرأي بتاعهم ويكون عندهم صوت في الحكومة ويكون عندهم صوت في اللي بيصير في البلد بتاعهم، وده في ده اللي لازم يلتزمنا احنا. لازم المستقبل بتاع افغانستان عشان هم they are part of the country. نعم. لكن هناك من يقول، سؤال أخير لك سيد إدريسي، هناك من يقول أن هذا المؤتمر إنما انعقد من أجل توفير غطاء كبير غطاء دولي كبير للقوات الدولية الموجودة، خصوصا وأنه ينعقد قبل وصول 30 ألف جندي أمريكي في الصيف المقبل إلى أفغانستان. هل تعتقد ذلك؟ هو يا سيدي شوف، احنا كنا معترفين بالحضور بتاع جند أجنبية في أي بلد إسلامي وأي بلد عربي، يعني
لي حسوس، وكمان لازم نفكروا في الشعب العامي وشو بيصير في البلد. يعني هسه الخطوات اللي هم بيعملوها اللي انا شايفها هسه شغال يعني الامريكان والانجليز فعلا، انا شايف هم عايزين يسحبوا من البلد، برضه عايزين يتركوا بلد لها مستقبل ولها دور في في العالم. توضحت الفكره، شكرا لك عبد السلام الادريسي العضو في حزب العمال البريطاني. اتحول الى كابل الى سربان رحمن اوغلي.